هنسمي الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونتوكل على الله ونستأنف من حيث توقفنا المرة السابقة. وإحنا المرة اللي فاتت كنا واقفين عند الـ Fundamental Principles of Pharmacokinetics. النهاردة بقى نبدأ نتكلم على بعض المصطلحات اللي related للـ Pharmacokinetics in general، وهفهمك المصطلحات دي جت منين ورايحة فين، وهخليك تبقى فاهم الموضوع من A to Z، ما تقلقش زي العادة إن شاء الله رب العالمين. فتحنا السبورة بتاعتنا الجميلة، ونبتدي. طبعا الخلفية متغيرة، ده الفندق يعني. طيب، والحمد لله ان انا جاي المرة دي لوحدي، يعني انا المرة دي جاي لوحدي على اساس بدور يعني على الاماكن وكده، فمش لو كانوا عيالي معايا كان زمان الدنيا ما صعبة، ما كناش هنعرف ولا ندي حصص ولا نيجي. فالحمد لله رب العالمين. خلونا نبدأ كده مع بعض ونتوكل على الله ونستأنف من حيث توقف. طيب، احنا نتكلم على حاجة اسمها الايه، الـ Principles of Pharmacokinetics. الكواليتي بتاعت الكتابة أحسن صح المرة دي، مش كده؟ كواليتي الكتابة وكده ألطف شوية صح؟ مش عارف ليه يا أخي ما بحبش أدي، مش عارف ليه يا أخي ما بحبش أدي من على اللابتوب ده في البيت، يعني بحب بعز أوي الكمبيوتر الأرضي بتاعي اللي في البيت ده، اللي هو أصلا كان معايا في مصر وبعدين جه معايا هنا، فعانى يا جماعة الكمبيوتر ده، تعب. فبصراحة يعني عزيز عليا قوي بصراحة، فبحب قوي، بحس انه كده بيشع علم الكمبيوتر الكيسة نفسها. بس anyway، فخلينا نبدأ كده بالprinciples of pharmacokinetics. خد بالك انا فاكر او انا متأكد ان انت بالنسبة لك اذا ذكرت الفارماكوكاينيتكس فيذكر الابزوربشن والديستريبيوشن والميتابوليزم والاكسكريشن. انا عارف ان ده بينط في دماغك، انا على راسي مش عندي مشكلة خالص، لكن اللي احنا هنتكلم فيه دلوقتي هي بعض المصطلحات التي تحدث بسبب بقى امتصاص الدواء والديستريبيوشن بتاعه والميتابوليزم بتاعه والاكسكريشن بتاعه. مش فاهم يعني ده. يعني مثلا هنتكلم على حاجه اسمها الاليمينيشن تايبس، او التايبس اوف اليمينيشن، او الاليمينيشن بروسيسز. طب معلش، لما انا اقول ان انا رقم واحد اهو، هتحدث عن حاجه اسمها الاليمينيشن بروسيسز. معلش، الاليمينيشن بروسيسز دي تندرج تحت مصطلح ايه في الابزوربشن والديستريبيوشن والميتابوليزم والاكسكريشن؟ الاليمينيشن بروسيس تندرج تحت الام اي، اللي هي الميتابوليزم والاكسكريشن. ما هو الميتابوليزم والاكسكريشن هو الاليمينيشن. فانت لما نتكلم على الاليمينيشن بروسيسز زي ما نتكلم على فيرست اوردر كاينتكس وزيرو اوردر كاينتكس زي ما نتكلم كمان شويه، فانا كده بتحدث عن حاجه تندرج تحت عنوان الميتابوليزم والاكسكريشن في الفارماكوكاينتكس يعني. طيب مثلا يعني هنتكلم على مصطلح اسمه الكليرنس. كليرنس ده برضو بيندرج تحت الميتابوليزم والاكسكريشن. هنتكلم بعدها برضو عن حاجه اسمها الهاف لايف، اللي هي التي هاف. التي هاف دي بقى بتعتمد على الديستريبيوشن والميتابوليزم والاكسكريشن زي ما هنفهم، وازاي نقدر نستخدم التي هاف والكليرنس والفوليوم اوف ديستريبيوشن في ان احنا نحسب الدوزنج بتاع الدراج، كيفيه حساب الدوزنج اوف ذا دراج، ان كان لودنج دوز او مينتننس دوز. الكلام ده كله مهم والله يا جماعه، وبيجي عليه مسائل ايفن في الامتحان، فلازم نعرف كويس قوي 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 ونحفظه او نفهمه قبل ما نحفظه صم. هنبدا في الاول باول توبيك معانا النهارده وهو الاليمينيشن بروسيس. خليني بس افهمك
ان في جملة كده او ثلاث نقط مكتوبين في كتاب القسم عندك قبل ما يبدأوا شرح الاليمينيشن بروسيسز وانواعها، او قبل ما يبدأوا شرح الفيرست والزيرو اوردر، هتلاقيهم كاتب لك ثلاث نقاط كده. الثلاث نقاط دول بيتلخصوا يا جماعة في النظرية المشهورة بتاعتي، او انا ليا نظرية مشهورة جدا بحب اشرح فيها الثلاث نقط دول، اسمها نظرية البسين. حد عارف يا جماعة ليه البسين ما بيفضاش؟ البسين اللي هو بتاع اللي انت بتنزل فيه ده وبتعوم فيه ده، البسين ده ليه ما بيفضاش؟ ليه المية اللي في البسين ما بتفضاش؟ لان بيبقى فيه سيستم صرف للمية، مية بتتشفط والمية دي، وفي سيستم في نفس الوقت ضخ للمية. فهو بالظبط يا جماعة العيان بيتعامل بالظبط معاملة البسين. لو ده مثلا جسم العيان، الكونتينر اللي انت شايفه قدامك ده، الكونتينر ده طالع منه ماسورة صرف. ماسورة صرف دي الكونتينر ده احنا بنملاه دواء او بنملاه دراج. جميل؟ الدراج ده كونستانتلي بيحصل له ايه؟ ميتابوليزم واكسكريشن، بيتكسر وبيتم اخراجه والتخلص منه. وفي نفس الوقت حضرتك كدكتور كاتب له على الدواء والعيان بياخده، فاذا في حاجه اسمها الادمنستريشن. يعني في حاجه اسمها الادمنستريشن وفي نفس الوقت في حاجه اسمها ميتابوليزم واكسكريشن. انا دوري كطبيب علشان الدراج ده يقدر يديني تاثير او يقدر يديني افكت محترم، لازم اقدر احافظ على تركيز الدواء، او لازم احافظ على تركيز شبه ثابت للدواء في الجسم. يعني لازم تركيز الدواء والكونسنتريشن بتاع الدواء في الجسم تبقى كونسنتريشن شبه ثابته. طب ازاي اقدر اوفي ده؟ ازاي اقدر اوفي ان الدواء يبقى موجود بتركيز شبه ثابت في الجسم او في الدم؟ باني اقدر ادي الدواء بمعدل اللي هو الريت اوف ادمنستريشن يبقى تقريبا قد الريت اوف ميتابوليزم اند اكسكريشن اللي هو الريت اوف اليمينيشن. لازم أن يبقى الريت اوف دراج ادمنستريشن قد الريت اوف دراج اليمينيشن عشان اقدر احافظ على الدواء بكونسنتريشن، او اقدر احافظ على تركيز الدواء بكونسنتريشن شبه ثابته اللي هي بيتقال عليها ستيدي ستيت كونسنتريشن، او ستيدي ستيت كونسنتريشن يعني كونسنتريشن ستيدي اللي هي ثابته. والستيدي ستيت كونسنتريشن دي اللي هتخلي الدواء او هتتيح للدواء انه يقدر يديني الافكت اللي انا عايزه. اقرا كده الثلاث نقط الاولانيين هتلاقي نفسك فاهمهم فهم ما حصلش. To treat a certain disease we need to maintain a steady state concentration or constant drug level. To maintain steady state concentration the dose regimen الدوز اللي هي الجرعة اللي بتديها بدواء must be designed لازم تصمم علشان to replace the medication أو الدواء at approximately the rate with which it is eliminated. لازم ابقى بديه بمعدل يخليني اقدر اوازن مع الكميه اللي الجسم بيتخلص منها. وكاتب لك اهو بين قوسين ريت اوف دراج ادمنستريشن لازم أن تبقى ايكوال الريت اوف دراج اليمينيشن. طب ده هيتوفى عن طريق انك تادمنستر الدراج بدوز معينه. طب وانا هادمنستر الدراج ازاي؟ قال لك والله عندك طريقتين مشهورين للادمنستريشن. يعني في طريقه عبيله واديله، في طريقه ايه اللي هو بلبع، يعني طريقه بلبع وطريقه عبيله واديله. طريقه عبيله واديله دي اللي هي الاي في انفيوجن، يعني خلاص. واي في انفيوجن دي يعني انت بتعلق الدواء في الوريد، بتعلق له الدواء وريد ويفضل الدواء ينقط بمعدل ثابت بالكونستانت ريت. الكونستانت ريت اللي بتمشي بيه ده يتساوى مع الريت اوف دراج اليمينيشن اللي انت المفروض بتبقى عارفه. طيب وفي الطريقه الثانيه اللي هو الريبيتد دوزنج. يعني ايه ريبيتد دوزنج؟ يعني مثلا اقول لك والله خد من الدواء ده 100 مللي جرام كل 12 ساعه، 50 مللي جرام كل 6 ساعات، وهكذا يعني. فاهمين؟ ده معنى كلمه ريبيتد دوزنج. او بيقول لك the most accurate way to do this انك توفي هذا الامر is with either a constant infusion او constant IV infusion but an attempt to maintain an approximately steady state can be reached with repeated dosing.
وممكن برضو تستخدم ريبيتد دوزنج، يعني ممكن تستخدم انترافينوس انفيوجن او تقدر تستخدم ريبيتد دوز، يا تعلقه وريد يا تخلي العيان يبلبع تركيز معين من الدواء كل 6 ساعات، كل 8 ساعات، كل 12 ساعه واتس اوفر. طيب معلش، طب يا دكتور يعني في الكلمه، هو احنا ايه الحاجات اللي بنستخدمها لحساب الميتابوليزم والاليمينيشن؟ يعني ما هو انت قلت لنا ان احنا لازم نعرف الريت اوف ميتابوليزم اند اليمينيشن، معدل التخلص من الدواء، علشان اقدر ادي الدواء بمعدل يتساوى مع معدل تكسيره والتخلص منه. طب انا بقدر احسب الميتابوليزم والاكسكريشن ازاي؟ المصطلحات اللي ممكن تربطها لي حضرتك بمصطلح ميتابوليزم واكسكريشن. قال لك والله عندك اول حاجه الاليمينيشن، ثاني حاجه كليرنس، ثالث حاجه التي هاف، يعني الهاف لايف بتاعت الدواء والاليمينيشن بروسيسز والكليرنس بتاعته. فخلونا ندرس الميتابوليزم والاكسكريشن بشكل اكثر تفصيل شويه علشان نقدر نفهم الجمله دي وما نبقاش مجرد جمله زي الحبر على الورق. يعني خلينا نبدا في الاول ب الاليمينيشن بروسيس. بل سيادتك، الجسم يتخلص من الأدوية بإحدى الطريقتين أو بإحدى العمليتين. العملية الأولى بنسميها إحنا كبتوع فارما First Order Kinetics، والعملية الثانية بنسميها إحنا كبتوع فارما Zero Order Kinetics. انت بقى كطالب مطلوب منك تعرف كويس قوي الفرق بين فيرست اوردر كاينتكس وزيرو اوردر كاينتكس. عايزك بس تكتب لي كده بقلمك الكريم الجمله اللي بتلخص كل شيء. الفيرست اوردر كاينتك اكتب كده جنبها علي وانا علي، فعمرك ما هتتراكم. علي وانا علي فعمرك ما هتتراكم. لا مش فاهم، انا فاهمك بس اصبر عليا. انما الثانيه هتكتب جنبها بقلمك الكريم علي انا ثابت فممكن تتراكم. مش لاقط معاك، مش فاهم قوي يا دكتور، فهمني اكتر. يعني اصل انا مش لاقط الكلام بتاعك، الكلام بتاعك ده ما بيخش دماغي بصراحه. معلش علي وانا علي دي معناته ايه يا جماعه؟ معناته ان في الفيرست اوردر كاينتكس يتعامل الجسم مع الدواء بسياسه علي وانا علي، ان انا كجسم هتخلص من بيرسنتج او فراكشن ثابته من الدواء. حد عارف فراكشن او بيرسنتج بمعنى ايه؟ يعني مثلا ليتس سي والله انا كجسم متعامل مع الدواء ده بسياسه الفيرست اوردر كاينتكس، يعني انا هقدر او انا كجسم هتخلص من 50% مثلا من هذا الدواء خلال 3 ساعات مثلا. يعني سؤال بقى انا هطرحه على مسامع حضراتكم وعايز اسمع انتر اكشن. احنا بنعمل لايف علشان الانتر اكشن. إذا لو العيان واخد 100 مللي جرام دواء في خلال 3 ساعات، الجسم هيكسر كام؟ 50. طب لو العيان بدل ال 100 خد 200، الجسم في خلال 3 ساعات هيكسر كام؟ 100. طب لو بدل 200 العيان أخد 400 في خلال 3 ساعات، الجسم هيكسر كام؟ 200. أنت خدت بالك؟ كل ما انت ما بتعلي الدوز اللي بتديها كل ما الجسم بيعلي قدرته على التكسير معاك. انت بتعلي انا بعلي، لان انا هكسر نسبة ثابتة من الدواء في وقت معين او خلال وقت معين. So الكلمة المهمة جدا والغاية في الخطورة
هي النقطة رقم اتنين في الفيرست اوردر كاينيتكس اللي مكتوب في كتابك عندك ايه؟ فيكسد فراكشن، فيكسد برسنتج اوف ذا دراج از اليمينيتد بير يونت تايم. مهمة جدا الكلمة دي. طيب جميل، فهل كده يا جماعة ريسك ان الدواء اللي بيتكسر بالفيرست اوردر كاينيتكس انه يتراكم عالي ولا واطي؟ ريسك انه يتراكم بقى عالي ولا واطي؟ واطي، لان انت كل ما بتعلي كميه الدواء كل ما الجسم بيعلي القدره على التكسير، فريسك ان الدواء ده يتراكم ويحصل منه توكسيستي مش وارده، وبالتالي يا جماعه هنا في لو ريسك ان يحصل كوميوليشن، او زي ما بيقولوا كده لو كوميوليتيف ريسك. مفيش ريسك ان الدواء يتراكم او يحصل له اي كوميوليشن او يحصل منه اي نوع من انواع التوكسيستي. انما في الزيرو اوردر كاينيتكس يا دكتور يا محترم، الجسم هنا بيكسر كونستانت اماونت. تفرق عارف كونستانت اماونت بير يونت تايم يعني ايه؟ يعني الجسم مثلا بيقول لك والله انا هكسر من الدواء ده، انا ماشي مع الدواء ده بسياسه الزيرو اوردر كاينيتكس، فانا هكسر من هذا الدواء 100 مللي جرام في الثلاث ساعات. 100 مللي جرام في الثلاث ساعات، ها اديت من الدواء ده 200، هيتكسر كام في الثلاث ساعات؟ 100. اديت 300، هيتكسر من الدواء كام في الثلاث ساعات؟ 100 برضه. اديت 400، هيتكسر من الدواء كام في الثلاث ساعات؟ 100 برضه. إذا جسمك بيكسر كمية ثابتة من الدواء per unit time. معنى كده إن الأدوية أو الدواء اللي هيكسر بالزيرو أوردر كاينيتكس هيبقى ريسك الكوميوليشن إيه؟ أو الكوميوليتيف ريسك فيه إيه؟ عالي. وبالتالي ريسك إن يحصل منه تسمم أو ريسك إن يحصل منه توكسيسيتي إيه؟ بقى عالي، والدواء ده بقى خطير وريسك التوكسيستي منه كبير. طب ما تيجوا نعملها على كيرف. ليه كده يا دكتور؟ يا دكتور والله انا بخاف. يا عم ما تخافش. لا خاف، ما تخافش، لا خاف. اصلا يا دكتور والله تلاقيني في الكيرفات بتخض. اه والله، والله بتخض خض ما يعلم بقى الا ربنا. جيب لي كيرف انا اروح منك كده، الاقي روحي راحت. ده الفيرست وده الزيرو يا جماعه، ركز معايا وصحصح يا دكتور يا محترم. انا هعمل جرافين هنا وجرافين هنا. عارف ان كتابك بتاع القسم رسم جراف واحد، بس عشان تفهم لازم نرسم جرافين. هتقولي لا بس كتاب الاسم رسم جرافين. لا دول غير الجرافين اللي انا هرسمه. يعني انا هرسم لك جرافين علشان اعمق الفهم عندك وتبقى انت فاهم كويس، فيبقى بالنسبه لك فاهم انت الجراف اللي في كتاب الاسم ده جه منين اصلا. بصوا يا جماعه، انا دلوقتي هعمل جراف، اول ما تشوف جراف ما تتخضش بالله عليك، اربط نفسك كده واهدى وشوف الجراف بيقارن بين ايه وايه. والله يا حضرتك انا هقارن في الجراف ده ما بين تركيز الدواء، تركيز الدواء ومعدل الوقت، معدل الوقت. خد بالك معايا، مين فيكم فاكر من ثانويه عامه معنى كلمه المنحنى بتاع الكيرف او السلوب بتاع الكيرف؟ حد فاكرها؟ السلوب بتاع الكيرف، مين فاكره؟ طيب علشان اتاكد الناس فاكرها ولا لا، لو عملت لك كيرف عامل كده وكيرف عامل كده وحطيت على ده ايه وده بي، مين فيهم السلوب بتاعه اعلى او الانحناء بتاعته اعلى؟ الحمد لله في ناس الاغلبيه قالت ايه، وطبعا الموضوع ما خلاش من الناس قالت بيه، لكن هي ايه طبعا هو الصح. لما تلاقي الكيرف المطلع بتاعه عويص او المطلع بتاعه اعلى يبقى المنحنى بتاعه اعلى. كيرف لما تلاقي المطلع بتاعه خفيف يبقى المنحنى بتاعه خفيف، مفهوم؟ السلوب ده كان بيتحسب من الفيرتيكال على الهوريزونتال.
خط الطولي على الخط العرضي، مش موضوعنا بقى يعني، مش عايز افكرك بذكريات أليمة، لان انا عارف ان احنا كلنا كنا في الرياضة مش قد كده يعني. لما يكون الجسم بيتعامل مع الدواء بمبدأ الفيرست اوردر كاينيتكس، اللي هو عندما يكون تركيز الدواء مرتفعا، انا كجسم هتخلص من الدواء بمعدلات مرتفعة، وكل ما تركيز الدواء يوطى كل ما انا كجسم هبدأ اتخلص من الدواء بمعدلات ابطأ، لان الدواء كل ما تركيزه بيعلى انا بعلي، علي وانا علي. اذا يا شباب at a high concentration معدل التخلص من الدواء per unit time هيبقى عالي ولا واطي؟ عالي. فالسلوب بتاع الكيرف يبقى عالي. بص السلوب بتاع الكيرف بقى كده، شايف 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 يلا. وكل ما كونسنتريشن الدواء تقل، اهو بص كل ما كونسنتريشن الدواء عماله تقل، كل ما الجسم بقى بيكسر الدواء بمعدلات ابطا، فكل ما تلاقي الكيرف بدا ايه، السلوب بتاع الكيرف بدا يكسر. واخد لي بالك انت ازاي؟ كل ما السلوب بتاع الكيرف يبدا ايه؟ يكسل. في بعض الكتب بترسمه بطريقه ثانيه يعني، يعني مش شرط يرسموه كده، ساعات بيرسموه، وبعض الكتب بترسمه بالعكس يعني، اللي هو يرسموه كده اهو. طبعا ده غلط. لا، الرسمه الصحيحه بتاعته انها تبقى كده. هتقول لي ايه ده بس؟ ده الرسمه اللي عندنا في كتاب الاسم مرسومه كده صح؟ الرسمه اللي عندكم في كتاب الاسم مرسومه كده صح؟ كله متابع معايا من كتاب الاسم؟ لا، ما هو انت اصلك فاكرين يا جماعه كان يقول لك ايه؟ لو كيرف متني في الجراف وانا عايز اعدله اخليه يبقى ستريت لاين كنت بعمل ايه؟ لو كيرف متني وانا عايز اعدله في الجراف كنت بعمل ايه؟ باخد اللوج. حد فاكر اللوج؟ حد يسمع عن حاجه اسمها اللوج؟ اللوغاريتم. انت هتلاقي في الكتاب الاسم راسم لك لوج كونسنتريشن والتايم صح؟ اكدوا لي اللي باصص في كتاب الاسم يديني الاوكي. شايفين؟ هتلاقي راسم لك لوج كونسنتريشن والتايم. ما هو علشان الكيرف اصلا كان اصله متني زي كده، ده اصل الكيرف اللي هو كان في الكونسنتريشنز المرتفعه كان سلوب الكيرف عالي، كان الجسم بيتخلص من كميات كبيره من الدواء. وكل ما كونسنتريشن الدواء بتنزل عمال الجسم يكسل اكتر يكسل اكتر يكسل اكتر، فالكيرف بقى عامل كده. فعلشان تفرد الكيرف بعد ما كان متني تخليه يبقى مفرود كده ونازل في ستريت لاين، خدت اللوج بتاع الكونسنتريشن بدل ما تاخد الكونسنتريشن، خدت 1 اوفر الكونسنتريشن يعني بمجازا يعني، خدت لوج الكونسنتريشن فالكيرف اتعدل. بس انت فهمت اصل الكيرف ايه؟ وبقيت فاهم الكيرف جاي منين؟ مش مجرد حافظ وخلاص او رصص الكلام جنب بعض وخلاص. انما في الزيرو اوردر اليمينيشن يا دكاتره محترم، في الزيرو اوردر اليمينيشن انت بتتخلص من كميه ثابته من الدواء، كونستانت اماونت اوف ذا دراج. طب لما تخلص من كونستانت اماونت اوف ذا دراج ده معناته ايه؟ ان كميه الدواء عماله تنزل بكميه ثابته. بص الدواء عمال ينزل بمعدل ثابت ما بيتغيرش، ملوش دعوه بقى، مش في كونسنتريشن عالي انا هعلي وفي كونسنتريشن واطي انا هكسل، لا لا لا، انا عمال بتخلص من كونستانت اماونت. فهتلاقي الكيرف نازل ستريت لاين كده. الله، بس برضو مش ده الكيرف اللي موجود عندنا في كتاب الاسم. احنا الكيرف اللي مكتوب عندنا اللي موجود في كتاب الاسم عندنا بقى متني كده اهو. ما هو اصل زي ما قلت لك الكيرف كان مفرود، بس لما خليتها لوج كونسنتريشن بدل الكونسنتريشن الكيرف بقى بالمنظر. فاللي مفرود التنى والمتني اتفرد. المفرود التنى والمتني اتفرد. انتوا عارفين يا جماعه في اليوسم ليه في المعادله بيدرسوا الكيرفين دول، لان هم دول اللي بيفهموك الكونسبت صح، ما بيدرسوش الكيرفين دول. ودايما ناس كتير جدا من اللي بتاخد او بتذاكر يو سي ام لي جنب الكليه يقولي بالحته دي، يقولوا لي يا دكتور هو الكيرفين اللي في المعادله عكس الكيرفين اللي في الكتاب. لا، الاثنين واحد.
بس الفرق ان الكيرفات اللي في كتابك واخده لوج كونسنتريشن مش الكونسنتريشن. فالكيرف لو كان متني هيتفرد ولو كان مفرود هيتني. فهمنا الفكره؟ معلش يا جماعه اللي فهم يديني الاوكي، اتاكد ان مش بدم في ملطه. طيب اذا يا جماعه في حد بيقول لي ليه عند التركيز العالي، انا عايز اسمع اسئله والله انا مبسوط. دكتوره امنه هي بتقول لي ليه عند التركيز العالي الوقت كان اقل؟ عند التركيز العالي الوقت كان اقل لان الجسم شادد حيله يا دكتوره امنه، بيكسر. ما هو انت ماشي هنا فيرست اوردر، فعلي وانا علي. في الكونسنتريشن العاليه الجسم شادد حيله وبيكسر كميات كبيره من الدواء في وقت قليل. انت فاهم يا دكتوره امنه؟ وكل ما كونسنتريشن الدواء بيتقل كل ما الجسم عمال يكثف، فبقى بياخد وقت اطول علشان يتخلص من الدواء. فهمت الفكره؟ فبدا الكيرف يفرش معاكي. فاهمه القصد؟ طيب انما في حد تاني عايز اقول الزيرو مره تانية عينيا، يا سلام ما فيش اي مشكله غلط. لما في الزيرو اوردر انت عمال تكسر كميه ثابته من الدواء، فالدواء بينزل بكونستانت ريت بيريود تايم. ما فيش بقى حوار ان في الكونسنتريشن العالي انا بكسر جامد وفي الكونسنتريشن الواطي انا بتلكع. فاهمني الفكره؟ تمام يا محمد، تمام يا ابو حميد، محمد عبد الحميد، تمام تمام. راح في كتاب الاسم كاتب لك بقى ايه؟ قال لك ان الكيرف بتاع الفيرست اوردر كاينتكس از لينير، او كاتب لك لينير دراج ديسابيرانس كيرف، انما الكيرف الثاني نون لينير. ها تتفق ام تختلف مع كتاب القسم في تلك المعلومه؟ اتفق، بس كان المفروض تقول انه لوج الكونسنتريشن، يعني كان المفروض تقول ايه؟ linear drug disappearance curve باللوج كونسنتريشن كيرف او اللوج كونسنتريشن تايم كيرف، لان انت لو لغيت اللوج بقى الكيرف ده مش linear، ولو لغيت اللوج بقى الكيرف ده هو اللي linear. فانت فاهم الكلمه؟ فالكلمه مش صحيحه قوي 100%، بس معلش احنا فاهمين ان خلاص كتاب الاسم بيتكلم بلغه اللوج. فطالما هو بيتكلم بلغه اللوج فهيقول لك ان كيرف الفيرست اوردر كاينتكس بقى لينير، وكيرف الزيرو اوردر كاينتكس بقى ايه؟ نون لينير. طيب معلش والله يا دكتور انا عايز حاجه تخليني افتكرها بسرعه. عايز كفته يعني. حاضر من عيني. احلى كفته لعيونك يا باشا. والله بص يا جماعه، شايفين الفيرست اوردر؟ شايفين انت الكيرف؟ زي رقم واحد، زي نمبر 1 اهو، نمبر 1 اهو لينير فيرست اوردر، فيرست اوردر لينير. انما الثاني بص لو كملته كده بقى زيرو، ده بقى زيرو اوردر، لكن ده فيرست ايه اوردر يعني. خلاص مالها الكفته والله يا دكتور، كنت قلت لنا كده من الاول ولا علي وانا علي ومش عارف، والكيرف بيبقى لكع في الاول طب ما كنت خلصتنا من البدايه. لا خلاص انا كده فكرتك ان الفيرست اوردر لينير، وان الزيرو اوردر نون لينير، بس احنا بنتكلم بلغه ايه؟ لوج كونسنتريشن تو تايم. اوكي خلاص. طيب جميل جدا. هنا يا جماعه التي هاف بتاعت الدواء ثابته كونستنت، لكن هنا التي هاف بتاعت الدواء بتزيد كل ما الكونسنتريشن بتاع الدواء تزيد. معلش لا فهمني، هنا مش انت كل ما بتعلي انا بعلي، كل ما بتعلي انا بعلي. اذا قدرتي انا كجسم علشان اقلل الكونسنتريشن بتاعت الدواء للنص هي دي التي هاف. التي هاف هي قدره الجسم او الوقت اللي بيستغرقه الجسم لتقليل كميه الدواء الى النص. كل ما انت بتعلي انا عمال بعلي معاك، كل ما انت بتعلي انا بعلي معاك، كل ما انت بتعلي انا بعلي معاك. اذا قدرت انا كجسم على اني اقلل كميه الدواء اللي انت اديتها للنص هتفضل ايه؟ هتفضل زي ما هي ثابته. ال 200 هيقلوا ل 100 في 3 ساعات، ال 400 هيقلوا ل 200 في 3 ساعات برضه. ال 500 هيقلوا ل 200 او ل 250 في 3 ساعات برضه.
انت فاهم؟ لان انا عمال بميتابولايز كونستانت بيرسنتج، انا بميتابولايز كونستانت بيرسنتج مش كونستانت اماونت. لكن لو انا بميتابولايز او بكسر كونستانت اماونت، كل ما انت ما بتزود كميه الدواء كل ما انا كجسم هستغرق وقت اطول علشان اتخلص من الكميه دي، فكل ما التي اف عماله ايه؟ تعلى. يعني كل ما الوقت اللي انا هستغرقه علشان اقلل كميه الدواء للنص تزيد، كل ما انت ما بتعلي الكونسنتريشن كل ما انا ما بزيد. تمام؟ طيب يبقى بالتالي التي هاف از كونستانت في الفيرست اوردر كاينتكس، انما التي هاف بتزيد كل ما تعلي الكونسنتريشن في الزيرو اوردر كاينتكس. في بقى حاجة كده اسمها الـ AUC أو الـ Area Under the Curve. الـ Area Under the Curve اللي هي الـ Surface Area اللي تحت الكيرف يعني. بص هو بيقول لك يعني في الـ First Order Kinetics الـ Area Under the Curve دي Proportional مع الـ Drug Concentration. يعني كل ما بتعلي الـ Drug Concentration كل ما الـ Area Under the Curve بتعلى معاك. فالـ Area Under the Curve هنا Proportional مع الـ Concentration بتاع الدواء. ليه؟ لأنه علي وأنا علي، علي وأنا علي، خلاص. لكن هنا الاريا اندر ذا كيرف از نوت بروبورشنال للكونسنتريشن بتاعنا، لان انت بتعلي انا ثابت فانا ما بعليش معاك. طيب حلو جدا، مين فيهم ليه هاي ريسك اوف كوميوليشن او مين فيهم هاي ريسك انه يتراكم؟ الزيرو اوردر وليس الفيرست اوردر. طيب اذا يا جماعه يعني لو ربنا عايز يرحمنا او يكون رحيم بينا او رؤوف ورحيم بينا كما هي العادة يعني، يخلي كل الأدوية تتكسر بالفيرست أوردر ولا بالزيرو أوردر؟ بالفيرست أوردر، علشان يحمينا ربنا سبحانه وتعالى من التوكسيستي، ودي حقيقة. خلاص؟ طبعا يا جماعة وهذا يثبت أنه وراء الخلق خالق. واخد بالك؟ طيب حتة دكتور ناجي يعني. طيب فهذا يثبت أن وراء الخلق خلق. فربنا سبحانه وتعالى خلى كل الأدوية all drugs بتتكسر بالفيرست اوردر كاينتكس، تمام، ما عدا الفينيتويل والإيثانول والأسبرين لو اتاخدوا بجرعات عالية فقط. يعني لو خدتوا جرعة عالية من دواء الصرع المدعو فينيتوين، دواء صرع اسمه فينيتوين، او جرعات عاليه من الكحول، سكرت طينه مثلا او شربت مثلا 3 4 ازايز كونياك ولا حاجه، خلاص، او اخذت جرعات عاليه جدا من الاسبرين زي مثلا محاوله انتحار فاشله راح مبلبعه مثلا شريط اسبرين كامل، خلاص. فالاسبرين ان لارج دوز، الإيثانول in large dose، الفينيتوين in large dose only، الجسم بيقلب على zero order. في بعد ذلك كل الأدوية بتتكسر بفيرست أوردر. إيفن الفينيتوين والإيثانول والأسبرين لو اتاخدوا بجرعات عادية أو جرعات طبيعية بيتكسروا برضو بالفيرست أوردر، ما بيبدأوش يتكسروا بالزيرو أوردر إلا لما نوصل ل large dose أو جرعات كبيرة. وعلشان تفتكرها، وأنت بتفتكرها إزاي فاكر بقى؟ بص PEA، PEA دي حد عارف يعني إيه بالعربي؟ PEA دي بير، في بازل، لا يا سلام عليك يا دكتوره، بسله، واخده بالك حبايه البسله دكتوره لينا؟ شايفه البسلايه؟ حبايه البسله شبه ايه؟ اوعي تقولي، ها دكتوره لينا قولي، حبايه البسله شبه ايه؟ واخده بالك؟ شبه الزيرو، سبحان الله. فشوفي لا يا شوف التامل في العلم يا جماعه. فالزيرو اوردر كاينتكس ده يفكرك على طول في نيتوين، ايثانول، اسبرين، الثلاثه دول لو اتاخدوا بلارج دوز يبقوا زيرو اوردر كاينتيك. دماغ عاليه، مش بتحس كده ان في دماغ، في كيف، واحد بيتكيف وهو بيذاكر. طيب اذا يا شباب خلاص هضمنا الكويس جدا الفرق ما بين الفيرست اوردر كاينتكس وزيرو اوردر. فيرست اوردر كاينتكس الكاينتكس بتاعت الدراج مرتبطه بالكونسنتريشن بتاعه، لاني بكسر فراكشن ثابته من الدواء بير يونت تايم، الكيرف بيبقى لينير، التي هاف بتبقى كونستانت لان كل ما بتعلي انا بعلي،
وبالتالي الاريا اندر ذا كيرف بتبقى بروبورشنال مع الكونسنتريشن، لان كل ما بتعلى انا بعلي. خلاص هنا مفيش اي ريسك للكوميوليشن نهائي، نو ريسك اوف كوميوليشن. النقطه رقم 6 في كتابك بتاع القسم اللي هي ريبيتد انتيك اوف ذا دراج ات ريجولار انترفال هاي ريتش ستيدي ستيت كونسنتريشن ويزن 4 تو 5 تي هافس، لا هشرحها بعدين، اصبر عليها شويه. تمام، الاكزامبلز معظم الادويه الزيرو اوردر كاينيتكس او الساتوريشن كاينيتكس دي في ليميتد كاباسيتي للدراج كاينيتكس، لان انا بكسر كميه ثابته من الدواء، في ساتوريشن في كميه ما بقدرش ازود عنها. الريت اوف كاينيتكس از فيكسد اند نوت بروبورشنال تو ذا دراج كونسنتريشن، انا مش بعلي مع انت بتعلي انا مش بعلي. تمام، فانا بكسر فيكسد اماونت اوف ذا دراج از اليمينيتد بيريونيد تايم، وبالتالي الكيرف بتاعي بيطلع نون لينير يا شباب، والتي هاف بتزيد كل ما الدراج كونسنتريشن بتزيد، لان كل ما بتلود عليا الكونسنتريشن اعلى انا ثابت، فبالتالي باخد وقت اطول علشان انزل كونسنتريشن الدواء للنص. الاريا اندر ذا كيرف بالتالي بتبقى مش بروبورشنال للدراج كونسنتريشن، وهنا ده بيزود ريسك الكوميوليشن ويزود ريسك التوكسيستي، بيحصل مع اللارج دوز اوف سام دراجز، مش هقول موست اوف ذا دراجز، بس فينيتوين وايثانول واسبرين بالذات الثلاثه دول. هو مش كاتبين ايثانول في كتاب الاسم، بس ممكن تزوده لو عايز. اسمع من حضراتكم احلى اوكي على الفيرست اوردر كاينيتكس والزيرو اوردر كاينيتكس، انكم فاهمينها كويس جدا، واتمنى اكون نجحت ان افهمها لك، لان في ناس كتير والله بتخرج مش فاهماها او مش فاهمه خالص الفرق بين الاثنين. تعالوا بقى نتكلم عن الكليرنس. الكليرنس دايما بخش فيها وبخش فيها في دايليما سخيفه، حتى لما بتتشرح لك في الفسيولوجي. انا ما اعرفش انتوا خدتوا موديول الكلى ولا لسه، او موديول الرينال ولا لسه، ما اعتقدش، يعني اعتقد ان لسه الرينال شويه عليه يعني. اسمحوا لي بس دقيقه واحده اجيب بس ميه. فأنا ما أعتقدش إن موديول الرينال لسه أخدتوه يعني. بس بص مكتوب إيه عندك في الكليرنس. الكليرنس هي amount of plasma cleared from the drug per unit time. يعني دكتور، يعني انت عايز تقول كمية الدواء اللي اتشالت من البلازما في الدقيقة. لا، كمية البلازما اللي اتشال منها الدواء في الدقيقة. منكم يا بتوع الفارما، لا وبتوع الفسيولوجي برضه هيقولوا لك نفس الكلمه دي لما تاخد موديول الفسيولوجي او الرينال فسيولوجي، يقول لك الكليرنس بتاع اي حاجه في الكلى يعني الاماونت اوف بلازما كليرد فروم ذا سبستانس بير يونت تايم. خد بالك اصل تفرق، التعريف نفسه يفرق. بص، عارف انت في فرق بين اني اقول لك انت طلعت زباله قد ايه من الشقة في الساعة، واني اقول لك انت نظفت كم اوضة من الشقة في الساعة. طب معلش اديني لو كلمك لقطت الفرق بين التو كونتكست، عشان كده ما ينفعش تقول التعريف amount of drug، ما ينفعش تقول التعريف amount of drug cleared from the plasma per unit time. انت فاهم؟ لو قلتها كده تبص لأي حد بتاع فارما او بتاع فيسيولوجي اتضايق اتعصب. والله احنا خلقنا ضيق قوي وبنتعصب من حاجات غريبه. يعني عارف انت الناس ممكن تتعصب مثلا علشان يعني كلت الفطيره بتاعتي، تمام، كلت البيتزايه بتاعتي كده يعني، ده اللي يعصب اي حد عادي. لا، احنا كبتوع فارما بنتعصب من حاجات غريبه شويه. يعني انت لو جيت قلت لي amount of drug cleared from the plasma per unit time تلاقيك ضيق ضيق وسعيد قوي.
خلاص حاجه كده غريبه، فمعلش يعني استحملنا معلش. فالله يكرمك الكليرنس، شوف مكتوب قدامك ايه. It's expressed as the volume of body fluid زي البلازما مثلا from which the drug is removed per unit time. طيب جميل، أسألك أنا سؤال بالمنطق. إذن كل ما الكليرنس بتاع أي دواء علي، كل ما الجسم هيتخلص من الدواء ده أسرع ولا أبطأ؟ أسرع، برافو عليك، أسرع، تمام. طب حلو، يعني لما الدواء يكون بيتخلص، أو لما الجسم أصلا يكون سوري، لما الجسم يكون بيتخلص من الدواء أسرع، ده معناته إن التي هاف بتاعت الدواء، الوقت اللي الجسم هيستغرقه علشان يتخلص من الدواء أو ينزل كونسنتريشن الدواء للنص، هتبقى أقل ولا أكتر؟ أقل، لأن الجسم ما بيخلص على الدواء أسرع. يعني أنت عايز توصل لنا دكتور تاح إن الكليرنس هيبقى inversely proportional مع التي هاف، حقيقة. وفعلا inversely proportional مع التي هاف. طيب معلش، يعني انت بتقول الكليرنس هو ايه؟ ال amount of plasma cleared from the drug per unit time. فاذا هي هتبقى directly proportional مع الفوليوم اوف ديستريبيوشن. ليه هتبقى دايركتلي بروبورشنال مع الفوليوم اوف ديستريبيوشن؟ كل ما الدواء اتوزع في سيرفيس اريا اكتر، كل ما الجسم هيقدر يتخلص منه بمعدلات اعلى والكليرنس بتاعته تبقى اعلى. فالكليرنس دايركتلي بروبورشنال مع الفي دي، والكليرنس انفرسلي بروبورشنال مع التي ار. وطبعا يا جماعه لما تعوز تشيل دايركتلي وانفرسلي بروبورشنال وتحط مكانها ايكوال، كنت لازم تزود ايه؟ كونستانت. لازم تزود كونستانت، لو هتشيل الدايركتلي بروبورشنال وتحط ايكوال لازم تحط كونستانت. الكونستانت ده حسبوه كان 0.7، كونستانت ده 0.7، فالكونستانت اسمه 0.7 اللي هو 0.693، يعني 0.7 وخلاص. الكونستانت ده محطوط بدل علامه الدايركتلي بروبورشنال. اتحسب ازاي او جه منين؟ مش شغلك، مش طريقتك، او مش موضوعك. القانون ده فيري امبورتنت او اكستريملي امبورتنت، وممكن يجي عليه مسائل. طب معلش رجع بقى واحد فيلسوف يعني شويه، قال لك شايفين ال 0.7 اللي على التي هاف دي؟ 0.7 ديفايدد باي تي هاف دي اسمها كي اي. كي اي بمعنى اليمينيشن كونستانت، اليمينيشن كونستانت اللي هي ال 0.7 على التي هاف. 0.7 على التي هاف دي اسمها الاليمينيشن كونستانت. يعني لو نفسك تحسب اي اليمينيشن كونستانت لاي دواء، طلع التي هاف بتاعته. يعني ادي من الدواء ده مثلا 100 مللي، 100 مللي اي في، وشوف الجسم خد وقت قد ايه على ما انزل ال 100 دي ل 50. جميل؟ ودي اسمها تي هاف. اقسم 0.7 على تي هاف، ده اسمه كي اي او اليمينيشن كونستانت. قال لك يبقى الكليرنس يا اما تبقى ايكوال اليمينيشن كونستانت تايمز الفي دي، يا اما تبقى ايكوال 0.7 على تي هاف تايمز الفي دي، لان 0.7 على تي هاف هي هي الكي اي او الاليمينيشن كونستانت. القوانين دي على فكرة يا جماعة ليها طريقة اتحسبت بيها أو جت منها. يعني القانون جه بناء على تجارب واكسبيرمنتس، هي دي اللي أدت للجنريشن بتاع هذا القانون. ولكن أنت غير مطلوب منك الموضوع جه منين، أنت مطلوب منك تحفظ القانون علشان تقدر لو جالك مسألة تقدر تعوض في القانون وتطلع اللي انت او الحاجه المطلوبه منك. يعني ممكن بقى انت واخد بالك يلعب معاك، يعني ممكن مثلا يديك الكليرنس ويديك الفيديو ويطلب منك التي هاف، فاهم؟ او يديك التي هاف، او يديك التي هاف ويديك الفي دي ويطلب منك الكليرنس. هي بسيطه يعني، تمام؟ فالكليرنس تساوي يا اما 0.7 تايمز الفي دي مقسومه على التي هاف، يا اما شيل ال 0.7 والتي هاف دي وحط مكانها كي اي اللي هو الاليمينيشن كوست تايمز الفي دي، اضربها في الفي دي على طول تطلع لك الكليرنس. طيب ده شيء جميل خالص، وهو ده اللي مكتوب عندك تحت الكليرنس. كليرنس مطلوب منك تعرف تعريفها، ومطلوب منك تعرف ازاي بتتحسب القانون بتاعها. اقلب الصفحه.
بيراجع لك بقى هو بعد ما قلبت الصفحه، بيراجع لك بيقول لك انا بفكرك بس الله يبارك لك لا تكون ناسي يعني، ان الفوليوم اوف ديستريبيوشن ده كان بيساوي الاماونت على الكونسنتريشن. مين فاكرها من الحصه اللي فاتت لما جينا نشرح الفوليوم اوف ديستريبيوشن، لما قلت لك ان الاماونت ايكوال الكونسنتريشن في الفوليوم؟ حد فاكر؟ انا كنت قلت كده الحصه اللي فاتت ان الاماونت ايكوال كونسنتريشن في فوليوم، وبالتالي الفوليوم هيساوي اماونت على الكونسنتريشن، ففي دي هيساوي اماونت، الاماونت دي ممكن تشيلها وتحط مكانها الدوز على الكونسنتريشن في البلازما، صح؟ فاذا خد بالك ده ممكن يجيب لك يقول لك ايه مثلا؟ يقول لك مثلا عيان ادينا له مش عارف 100 مللي جرام من الدواء وقسنا الكونسنتريشن بتاعه في البلازما، لقينا الكونسنتريشن بتاعه في البلازما كان بكذا، تمام؟ ويقول لك الدواء ده التي هاف بتاعه 2 اورز، تحسب الكليرنس. فانت طبعا من الاماونت على الكونسنتريشن تروح جاي مطلع الفي دي وتعوض في الفي دي هنا، ومعاك التي هاف 0.7 في في دي على تي هاف، طلع الكليرنس. عيش حياتك. فعشان تلم القوانين كلها في مكان واحد يا سيدي الفاضل، الكليرنس ايكوال كي اي تايمز في دي ايكوال 0.7 ديفايدد باي تي هاف تايمز الفي دي، والفي دي ايكوال الاماونت ديفايدد باي كونسنتريشن، علشان تقدر تستخدم دي وتعوض في دي وتستخدم في كل القوانين. عيش حياتك بقى. السطرين دول يتحفظوا صم زي اسمك، ليه؟ جاي عليهم مسألة ام سي كيو في الامتحان مضمومة، وبتيجي ان شاء الله تعويض مباشر، ما بيبقاش فيها لف ولا دورة. هم عايزين يعرفوا انت حافظ القانون ولا ما انتش حافظه، عارفه ولا ما انتش عارفه. طيب جميل، تعالوا نتكلم على الهاف لايف بقى. أو التي هاف بلازما هاف لايف. البلازما هاف لايف احنا متفقين مع بعض بالتعريف باي ديفينيشن ان هو ايه؟ ده الوقت اللي بيحتاجه الجسم علشان يقلل تركيز الدواء للنص، او تايم نيدد باي ذا بودي تو ديكريز ا سيرتن بلازما كونسنتريشن اوف ا دراج تو اتس هاف. مفيش حاجه خالص. طيب التي هاف ايه العوامل اللي بتتحكم فيه؟ الكليرنس والفوليوم اوف ديستريبيوشن. والله ما ارجع للقانون كده، ارجع للقانون يا عينيا. هو مش كان الكليرنس ايكوال 0.7 مقسومه على التي هاف مضروبه في الفي دي؟ اذا مين العوامل اللي بتتحكم في التي هاف؟ الفي دي والكليرنس. يا جماعه والله العظيم ده كلام بسيط بس انت اللي مستصعبه. بص It's affected by the clearance and the volume of distribution. ايوه ما هو من القانون، ما احنا ما رحنا بعيد، ما رحناش بعيد يعني. يا على الجمله اللي جايه دي، تعقد اجيال، تعقد اجيال الجمله اللي جايه دي. بص بيقول لك ايه؟ For some drugs the biological T half exceeds the plasma T half. لان الدواء ده بيشتغل بحاجه اسمها هيت اند ران ميكانيزم او هيت اند ران ثيوري. كم واحد مش فاهم الجمله دي يا جماعه؟ كم واحد مش فاهم الجمله دي من اللي قاعدين؟ في منكم ناس ممكن يبقوا فاهمينها او لاقطينها، بس هفهمها لك والله. اللي مش لاقطها ده انا بص هخليك تلقطها وتبص وتتكيف كمان. هو في فرق يا جماعه بين اني مثلا اقول بايولوجيكال تي هاف وان اقول بلازما تي هاف؟ فرق السماء من الارض. بص عارف البلازما تي هاف دي ايه؟ هي اللي بنحسبها يا باشا بالقانون اللي فوق ده. القانون اللي فوق ده بتتحسب ازاي؟ اللي هي ده التايم اللي الجسم اخده علشان يقلل تركيز الدواء للنص. يعني مثلا اديت للدواء 100 مللي جرام، نزل ل 50 مللي جرام خلال قد ايه وقت؟
هو ده اسمه البلازما تي هاف. امال البيولوجيكال تي هاف، انت شايف دي كلمه تي هاف بس ايه محطوط قبلها كلمه بيولوجي. ما معنى كلمه بيولوجي؟ التاثير البيولوجي للدواء. هناك بعض الادويه التي تكسر سريعا ولكن تاثيرها يبقى طويلا. يا سلام عليك. لا 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 لا، انت المفروض بص تسقف لي في الجمله دي حتى لو مش فاهمها، هي شكلها حلو فتسقف لي على طول. خلاص، هناك بعض الادويه التي يكون تكسيرها او تكسيرها سريعا ولكن تاثيرها يبقى طويلا. ليه؟ لان الدواء ده راح قفل انزيم وسابه ومشي، الجسم اتخلص منه بسرعه بس الانزيم فضل مقفول وفضل تاثير الدواء فتره طويله بالرغم من ان الجسم كسره وتخلص منه بسرعه. فالبيولوجيكال تي هاف بتاعته طويله جدا، تاثيره البيولوجي يبقى لفتره طويله ولكن تم تكسيره في وقت قياسي او في وقت في خلال وقت سريع. ده بيحصل في بعض الادويه ان البيولوجيكال تي هاف تبقى جريتر زان البلازما تي هاف، لان ذلك الدواء يعمل بمبدا الهيت اند ران، هو بيضرب الانزيم خبطه ويسيبه ويمشي. هي الخبطه بقى بيفضل الانزيم مقفول فتره طويله قوي. ممكن يكون الدواء ده الجسم اتخلص منه وكسرناه وصرفناه ولا مؤاخذه يعني نزل في البول كمان، مش عايز اتكلم بقى وافسر اكتر من كده. تمام، حد فهم؟ اللي فهم يديني الاوكي كده. For some drugs their biological T half is greater than the plasma T half. Example الريزربين مثلا، في دواء اسمه الريزربين. الدواء ده على فكره كانوا بيستخدموه زمان او كانوا نزلوه زمان وقالوا لك ده حلو لعلاج الضغط، بعدين بطلوه لانهم لقوا الناس اللي بياخدوه بينتحر. المهم يعني مش موضوعنا. الريزربين ده بيعمل الريفرسبل انهيبيشن اوف ذا فيزيكولار انزيمز، بيروح كده على انزيمات في الفيزيكلز في الكياس بتاعه النور ادرينالين والادرينالين ويوقفها عن العمل. Its effect does not depend on its presence in the plasma. هو تاثيره مش قائم على تواجده في البلازما، ده ممكن يكون الجسم خلصه وتخلص منه واختفى من البلازما بس لسه تاثيره قائم. ما زال البيولوجي بتاعه قائم. فالبيولوجيكال تي اف بتاعته تتفوق بنسبة كبيرة جدا أو تتفوق في قيمتها على البلازما تي هاف بتاعته. تمام؟ ده يقودني بقى أربوبة الزاد 4 إلى 5. بص بص، تي هافز 4 إلى 5 تي هاف. الرقم ده لازم يتحفظ صم زي ما انت حافظ اسمك كده بالظبط. اشمعنى 4 5 تي هاف؟ انت عارف، بص الدواء يستغرق 4 إلى 5 تي هاف علشان يوصل لستيدي ستيت كونسنتريشن، واربعة لخمسة تي هاف علشان الجسم يتخلص منه. بص بقى، بشرط انك هنا تكون بتدي الدواء بمعدل ثابت، بشرط هنا اعطاء الدواء بمعدل ثابت، والشرط هنا ان الجسم يكون بيتخلص منه بالفيرست اوردر، يعني ان يكون الجسم شغال بالفيرست اوردر اليمينيشن، او ده اللي بيتم في معظم الادويه زي ما اتفقنا. معظم الادويه بتتخلص بقى بالفيرست اوردر يعني، فده مش يعني ده شرط وسهل. لا، ما فهمنا بقى دكتور، ما
خلينا نفهم النص الاولاني من الجمله الاول، ان الدواء بيستغرق 4 ل 5 تي هاف علشان يوصل لستيدي ستيت كونسنتريشن، بشرط ان اكون بدي الدواء بمعدل ثابت. بص كده معايا وركز. اعطيت انت من الدواء اخي الكريم شطار الرياضه، مين كان نفسه يخش هندسه ودخل كليه الطب بالغلط، اللي هو يا ابوه وامه زقوه دخلوه طب بالعافيه، او هو كان بيحب علم رياضه كان نفسه يطلع مهندس، واللي هم في ناس كده بيبقوا استنباط في الكليه معروفين، انا كان نفسي اطلع مهندس بس للاسف الشديد ما حصلش نصيب، لبست في الحيط ودخلت كليه الطب. مش موضوعنا يعني مين حيتان الرياضه يقولوا لي لو اديت من الدواء 100 ملي جرام بقى ملي 100 ملي لتر ميكرو اي حاجه يعني. لو اديت من الدواء 100 بعد اول تي هاف المفروض الجسم يحول ال 100 دي لكام؟ 50. برافو عليك. خد بالك انا هدي من الدواء ده 100 كل تي هاف، يعني كل تي هاف هدي منه 100، كل تي هاف هدي 100، فاديت 100 بعد اول تي هاف بقت 50، رحت مدي كمان 100، بقى الدواء فيه في الجسم منه كام؟ يلا احسبه معايا. اديك كمان 100 على 50 بقى 100 وايه؟ و50. راح الجسم متخلص من النص فبقى في الجسم كام؟ 75. برافو عليكم. رحت مدي كمان 100 بقى الجسم فيه كام؟ 175. راح الجسم متخلص من النص، ال 175 بقت كام؟ ايه الرياضة بدأت تشحر ولا ايه؟ 88. برافو عليكم. رحت انا مدي كمان 100، ما انا بدي كونستانت ريت اللي هو بدي كونستانت اماونت، انا بدي انا ك ك ك كدكتور عمال بدي كونستانت اماونت كل تياف، بس 87 ونص على 88 تقريبا بقت 188. ال 188 دي الجسم هيكسر نصها بقت كام؟ حوالي 95. حوالي 95. طب حوالي 95 رحت مدي كمان 100 بقى 195، يعني تقريبا كده انت قربت لكام؟ ل 200. وانس ما وصلت ل 200، حد بقى يركز معايا كده، بعد تي هاف الجسم هيعمل هيحول ال 200 دي لكام؟ ل 100. هترجع تدي 100 ترجع تاني 200، بعد التي هاف هترجع تحول ل 100 هترجع تدي 100 ترجع تاني 200، بعد التي هاف ترجع تاني 100 تروح انت مدي 100 ترجع تاني 200 تعدي التي هاف. هنا بقى انت وصلت لايه؟ هنا انت وصلت لما يدعى ستيدي ستيت كونسنتريشن، ان كونسنتريشن الدواء اصبحت بتتمرجح اراوند قيمه ثابته، وهنا انت وصلت لنظريه البسين، ان الميه اللي بتتملي في البسين تقريبا قد الميه اللي بتتصرف في البسين، فالبسين عمره ما هيفضل من الميه اللي فيه، وهتفضل كميه الميه اللي في البسين ثابته. فهمت؟ طب وصلت للستيدي ستيت كونسنتريشن دي بعد كام هاف لايف؟ عدوا معايا كده. 1 2 3 4 بعد بطريقه الهنود يعني. 1 2 3 4 خلاص وصلت لها بعد 4 هاف لايف، من 4 ل 5 تي هاف يعني. ايه ده النص اللي على الشمال من الجمله للدايجرام بتاعنا كله، يديني الاوكي انه فهم النص اللي على الشمال اللي من الدايجرام. النص اللي على اليمين بقى لا لازم نمسح كله. لو في لحظه انت رحت مدي 100، فاكرين لما وصلنا احنا وصلنا لان العيان بقى ايه ياخد 100 يبقى 200، بعد تياف يرجع 100 تاني، فانت تدي 100 يبقى 200، بعد تياف يرجع 100 تاني. لو ما اديتش 100 يعني لو ما اديتش وقفت خلاص الدواء هيبدا ايه؟ الدواء عمال الجسم يتخلص منه تدريجيا. طيب ادي بعد اول تي هاف، ادي الفيرست تي هاف نزل من 200 ل 100، ها بعد السكند تي هاف هينزل من 100 لكام؟ ل 50. بعد الثيرد تي هاف هينزل من 50 لكام؟ ل 25. بعد الفورث تي هاف
هينزل من 25 لكام؟ ل 12 ونص. بعد الفيفث تي هاف خلاص كل سنه وانت طيب هيبقى من الدواء 6 تقريبا، فخلاص تقريبا الدواء بح خلص، الجسم شبه اتخلص منه تماما. فالجسم برضه بينجح في التخلص من الدواء بشكل كامل خلال كام هاف لايف تقريبا؟ من 4 إلى 5 هاف لايفز، از لونج از ان الدواء شغال بالفيرست اوردر اليمينيشن، يعني بيتابولايز كونستانت برسنتج من الدراج. اهو بص معايا كده واقرا يا فندم، اقرا معايا يا سيدي الفاضل. ريبيتد النقطه رقم 4، النقطه رقم 4 في البلازما هاف لايف. ريبيتد ادمنستريشن اوف ا دراج at regular intervals، يعني كل ما بتدي الدواء at regular interval بشكل متكرر ده هيوصل لبلاتو بلازما كونسنتريشن وستيدي ستيت كونسنتريشن خلال 4 ل 5 هاف لايف. بص النقطة اللي بعديها وعامل لك اهو اللي هو الكيرف اللي انا قعدت اعمله معاك. موست اوف ذا دراجز او موست اوف ذا دراج تقريبا اغلب الدواء شبه كل الدواء بيديسابير فروم ذا بادي ويزن برضه 4 تو 5 هاف لايفز افتر ستوبينج اوف اتس انتيك. تمام؟ طيب تستطيع أخي الكريم أن تستخدم ال تي هاف علشان تقدر تحسب المينتنانس دوز. قانون حساب اللودنج دوز والمينتنانس دوز والفرق بين كلمة لودنج دوز ومينتنانس دوز. خدوا بالكم يا جماعه احنا السكشن ده عمالين نقارن، انت واخد بالك من المقارنات اللي عمالين نعملها؟ فيرست اوردر زيرو اوردر كليرنس تي هاف لودنج دوز مينتنس دوز، واخد بالك كده يعني؟ يعني عمالين ناخد ايه ده حاجات اللي هو بنحطها جنب بعضها يعني. طيب ايه الفرق بين لودنج دوز ومينتنس دوز يا دكاتره؟ والله واضح من الاسم يعني ان دي جرعه انت اديتها بهدف اللودنج، يعني انت بتدي العيان كمية كبيرة من الدواء علشان تلوده، تلود جسم العيان بالدواء. معلش حد فيكم فاكر، بصوا لو انا اديت 100 نزل 50 رحت مدي 100 بقى 150 نزل 75 رحت مدي 100 بقى 175 نزل ل 88 رحت مدي 100 بقى 188 نزل لغاية ما انا عايز اوصل لايه في الاخر؟ للستيدي ستيت كونسنتريشن صح؟ دي كنت بوصل لها خلال كام؟ يعني 4 ل 5 هاف لايفز تقريبا. والدواء ما بيبداش يشتغل ويديني اداء او يديني افكت محترم الا لما اوصل بيه للستيدي ستيت كونسنتريشن، دي احنا متفقين على الموضوع ده يعني. عارف بقى اللودنج دوز دي الهدف منها ايه؟ ان بص انا هدي من الدواء ده 200 مره واحده. بص بص انت واخد بالك من الكلمه؟ خد بالك معايا، انا هدي من الدواء ده ايه 200 مره واحده واستنى وان هاف لايف وابدا امشي العيانه على 100. طب اللي فهمني يديني الاوكي برضه نتاكد كده. انا هدي العيان 200 مره واحده واروح جاي بعد كده ايه هستنى التي هاف وابدا امشي على 100، وما انا كده وصلت للستيدي ستيت كونسنتريشن بشكل ايه اسرع او بشكل سريع، وهو ده فكرة اللودنج دوز. اختصرت الحكاية كلها، برافو عليك يا إبراهيم. بس المشكلة إن أنا كده كدكتور واخد ريسك إيه؟ واخد ريسك إن العام ممكن يخش مني في توكسيستي لما أديله ال 200 مرة واحدة. فاهمين؟ أنا كده واخد ريسك التوكسيستي إن أنا أديت للعام عكمته 200 مرة واحدة، مش عمال أديله 100 وأستنى هاف لايف. بعدين بدي 100 واستنى هاف لايف. بعض الادويه ما بينفعش معاها لودنج دوز لانك لو اديت من الدواء 200 مره واحده ممكن العيان يموت فيها، هو هيوصل للستيدي ستيت كونسنتريشن بس مات. انت واخد بالك؟ هو مات بس انا وصلته للستيدي ستيت كونسنتريشن الحمد لله، دي اهم حاجه الله يرحمه. خلاص طبعا ما تنفعش، ما ينفعش. وعلشان كده يا جماعه ما في ادويه كتير ما بينفعش معاها موضوع اللودنج دوز ده، وعلشان كده احنا كدكاتره ما بنستعملش اللودنج دوز الا لما نكون ايه؟
عامل الوقت يفرق معايا، انا متصربع عايز اوصل لثيرابيوتيك كونسنتريشن بشكل سريع. وده امتى؟ في حالات الطوارئ. عذرا يا اخوان، اقرا كده معايا. مؤاخذه يا جماعه، اندمجت في الشرح، اندمجت في التمرين. طيب اللودنج دوز، اقرا كده معايا. ذا انيشال دوز اوف ذا دراج، دي الدوز البدائيه او المبدئيه من الدواء اللي تقدر تريز، تعلي البلازما ليفل بتاعه للتارجت كونسنتريشن اللي انا عايزه. قوم اوصل، شوف رقم اثنين، يوزد تو ريتش ستيدي ستيت كونسنتريشن فيري رابيدلي ان امرجنسي. زي ما عيان مثلا يكون جاي باكيوت هارت فيلير، فشل حاد ومفاجئ في عضله القلب، فعايز اديله دواء، الدواء اللي بيقوي عضله القلب اللي هو الديجوكسن، عايز اديله الديجوكسن بسرعه، عايز قلبه يشد حلو بشكل سريع، لان لو سكت هيموت. فبالتالي بضطر ادي لودنج دوز من الديجوكس. الديجوكسن هو دواء يستخدم لعلاج فشل عضله القلب، او زي الديجوكسن في الاكيوت هارت فيلر. اللودنج دوز دي بتتحسب ازاي؟ والله لا انت اللي قايل مش انا. لا يا دكتور والله اتفضل يا عم، اتفضل انت. لا 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 بجد يا دكتور اتفضل انت. اهو اللودنج دوز. ها اللودنج دوز دي مش هي اماونت؟ اللودنج دوز از ان اماونت، والاماونت ايكوال. ما تخلص يا ابني قول. الاماونت ايكوال الكونسنتريشن في الفوليوم، صح؟ الكونسنتريشن في الفوليوم. الفوليوم في عرف الادويه اسمه ايه؟ فوليوم اوف ديستريبيوشن، صح؟ طب والكونسنتريشن اللي انا عايز اوصل له هنا هو ايه؟ التارجت كونسنتريشن اللي انا عايز اوصل له الستيدي ستيت كونسنتريشن. الستيدي ستيت كونسنتريشن، اكيد مش محتاج افكرك يعني. فبالتالي اللودنج دوز ايكوال فوليوم اوف ديستريبيوشن مضروبا في الستيدي ستيت كونسنتريشن. وانت فهمت يعني ايه لودنج دوز. انما المينتنس دوز، المينتنس دوز دي هي الجرعه، الدوز اللي انا بحتاجها، او شوف الدوز اللي انا محتاجها علشان امينتين العيان على الدواء، اريبليس الدواء اللي بيتكسر. It is the dose needed to replace the drugs eliminated. أو it is the dose needed to replace the drug eliminated. علشان أقدر أحافظ على الستيدي ستيت كونسنتريشن، يعني هنا المينتننس دوز هتبقى كام؟ هنا اللودنج دوز أنا وصلت الدواء ل 200 مرة واحدة. واستنيته لما نزل الاضطراب رحت مدي إيه؟ 100. نزل ل 100 اديت 100 بقى 200، نزل ل 100 اديت 100 رجع 200، نزل ل 100 اديت 100 رجع 200. يعني إذا المينتننس دوز بتاع الدواء ده كام؟ 100. ان انا عمال ايه امنتين ب100 علشان افضل اخلي الدواء يتمرجح حوالين 200 100 200 100 200 100 200 100. فهمنا الفكره؟ المينتنس دوز از ذا دوز نيدد تو ريبليس ذا دراج اليمينيتد علشان امنتين الستيدي ستيت كونسنتريشن. المينتنس دوز بتتحسب ازاي؟ المينتنس دوز ايكوال الاماونت ايكوال كونسنتريشن اللي هي الستيدي ستيت كونسنتريشن، دي برضه التارجت كونسنتريشن انت عايز توصل لها، صح؟ في الفوليوم. بس انهي فوليوم هنا بقى؟ انهي فوليوم؟ الفوليوم اللي اتكسر من الدواء، الفوليوم اللي اليمينيتد من الدواء، لان هو ده اللي انت عايز تريبليسه، هو ده اللي انت عايز تعوضه. انت عايز تعوض ده فوليوم قد المفقود. يعني هنا الفوليوم المقصود لن يكون الفوليوم اوف ديستريبيوشن، بل سيكون الاماونت اليمينيتد او الاماونت اللي الجسم اتخلص منه اللي هو ايه؟ كليرانس. كليرانس. فهمنا؟ هنا هتعتمد على الكليرانس، لان انت بتحسب هنا الجرعه بناء على اللي كالير من الدواء، بناء على اللي الجسم اتخلص منه من الدواء، مش بناء على الفوليوم اوف ديستريبيوشن بتاع الدواء.
وبنضربها في حاجه ثالثه اسمها تي ام. التي ام دي انت عايز تدي الدواء كل قد ايه؟ يعني انت عايز تدي الدواء كل 6 ساعات، ولا عايز تديه كل 12 ساعه، ولا عايز تديه كل مثلا 24 ساعه؟ ما اصلك لو عايز مثلا تدي الدواء كل 6 ساعات غير الكميه اللي هتديها غير كميه الدواء لو انت عايز تاخده كل 12. يعني في ادويه مثلا يقول لك ايه؟ لو هتجيب منه ال 100 مللي جرام خده كل 12 ساعه، لو هتجيب ال 500 مللي جرام لا ده مره في اليوم. تمام كده يعني مثلا، يعني مش بتشوف الحاجات دي يعني؟ زي مثلا الفولموكس، الفولموكس 250 مثلا بيتاخد كل 6 ساعات، الفولموكس 500 بيتاخد كل 12 ساعه تقريبا او حاجه كده. انت فاهم؟ هي عادي ما بتبقى على حسب يعني. انت هتخبط خبطه بالمرزبه ولا هتخبط مليون خبطه بالشاكوش كده يعني. هي المينتنس دوز هتساوي سي سي ال تي. سي سي ال تي. خلاص؟ تمام يا عبد الرحمن، تمام. طبعا يا جماعه دي ليها كان نيمونيك بس انا ما بحبش اقوله يعني. اللي هي سي سي ال تي دي اللي هي المينتنس دوز، نيمونيك المينتنس دوز. عارف انت كأن واحد بتقول له سي 4 ها يا جماعه ما تقول لا ما يصحش. خلاص زي بالظبط زي ما تبقى عارف A for apple B for banana. خلاص C for لا ما يصحش. طيب خلاص يا جماعه فعلشان ما تنساهاش يعني، ده قانون المينتنس دوز. anyway فدي ال طب هو سؤال بقى بيطرح نفسه يعني. التي خد بالك هنا مش التي هاف علشان بس ما تتلخبطش، دي التي ام. التي ام اللي هي الدوز انترفال. طب هو لو انا مدي الدواء انفيوجن يعني الدواء ماشي بالتنقيط تك 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 اللي هو ماشي كونتينيوسلي، هل هحط التي ام دي في القانون ولا اشيلها؟ هتشيلها يا بيه، هتشيلها، ما عادش في دوز انترفال. انت هنا مديك كونتينيوس فما فيش انترفال، ما فيش يونت تايم انت بتدي فيها الدواء، انت ما فيش يونت تايم بتدي فيها الدواء، انت خلاص مدي الدواء كونتينيوس باي انفيوجن، وبالتالي التي ام بتزاح من القانون في حاله ان الدواء بيتاخد بالانفيوجن. شوف انا كاتب اهو بيقول لك الانفيوجن ريت او الانفيوجن دوز بتساوي الكليرنس مضروبه في السي اس اس بس، يعني كونسنتريشن. ما فيش هنا تي ام بقى، خلاص مفيش هنا ايه تي ام بقى. تمام اسمع من حضراتكم الاوكي على الفاندمنتال برينسيبلز اوف فارماكوكاينيتكس، واكتفي بهذا القدر النهارده. معلش طبعا انا كنت المفروض مثلا خدت بريك ورجعت بدات معاكم في الداينامكس، بس انا والله على سفر يعني، انا جيت من سفر يعني. الحصه اللي انا مديها لك دي دلوقتي مديها لك بعد 5 ساعات طيران وساعتين سواقه، فانت متخيل؟ فما فيش خالص يعني، ما فيش صحه نهائي يعني. شكرا جزيلا لكم جميعا، اتمنى بس منكم انكم تدعوا لي بالتوفيق ان شاء الله يا رب، ربنا يكرمنا بس ونلاقي اماكن كويسه بكره واحنا بندور، عشان انتوا عارفين يعني ان انا هعزل وهاجي طبعا على نيويورك علشان النيابه بتاعتي، فادعوا لي ان الاقي حاجات كويسه كده بكره ان شاء الله. ومناسبه الاسعار هنا غاليه قوي يا اخوانا، الاسعار في نيويورك غاليه جدا. واشوفكم على خير ان شاء الله يوم الاثنين اللي جاي بالتوفيق والنجاح والتجارة في السلاح. سلام عليكم.